بص كده على المنصة دي اللي تبدأ تربح من عليها. ادي كده معاك اول 20 دولار، كده 40، كده 60، كده 80 دولار، كده 100 دولار. اول 100 دولار انت جمعتهم من المنصة دي مجرد بس بتيجي تاكتف شغلك اللي موجود على منصة NNN. تعالوا بقى نروح برضو هتكمل نفس النظام، في كل ضغطة زرار بتكسب 20 دولار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترند جديد في عالم الربح من الانترنت وهو نظام الاتمته او الاوتوميشن. دلوقتي مفيش اي شركات او اي صفحات على السوشيال ميديا بتستغنى عن نظام الاوتوميشن. يعني مثلا لما تيجي تخش تشتري منتج بتكتب في الكومنت على طول بتلاقي الشات رد عليك على طول في الخاص، وقام داخل لك كمان في كومنت وقام عامل لك الرد وبعت لك كل التفاصيل المنتج اللي انت عاوز تشتريه. او حتى كمان بتخش عندك على الانستجرام ممكن تبعت رساله لاي صفحه وتلاقي بشكل تلقائي الصفحه ردت عليك. طبعا انت تقول الحاجات دي موجوده من زمان، لا هقول لك انك ممكن ترد انت على بوت وبتشتري المنتج من البوت ده لحد ما تيجي توصل لعمليه الدفع. يعني مثلا ممكن تلاقي نظام الاتمته او الاوتوميشن ده لو انت اتعلمته صح ممكن تبيع حاجه اسمها ورك فلو، او بتبيع مثلا الشغل اللي انت عملته. هقول لك على سبيل المثال، يعني مثلا انا عملت ورك فلو كان بيتكلم على انك تقدر تنشر على منصات التواصل الاجتماعي بضغطة زرار واحده. يعني ممكن تنشر فيديو او صوره او اي حاجه بضغطة زرار واحده بيعمل بوستنج او بيعمل نشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي. طبعا انا عملت الورك فلو ده وحطيت الايميل بتاعي في الوصف، فلقيت ناس دخلت تتكلمني على الورك فلو ده، بل لقيت ناس، يعني استغربت الحال ده، لقيت ناس بتكلمني عايزه تشتري مني الورك فلو او حتى كمان عايزه تعمل شغل على منصه NNN. الاوتوميشن دلوقتي اصبح الشركات والاشخاص كمان بيطلبوا حاجه زي كده. طيب انا هقول لك على حاجه ممكن انت تستغرب لها، الاوتوميشن ده او نظام الاتمته اصبح دلوقتي انت نايم في السرير حرفيا بتجمع فلوس. ازاي كل الكلام ده؟ يعني مثلا لما تيجي تروح عندك على نظام الاوتوميشن او الورك فلو ممكن تديله امر ان هو يعمل لك فيديو بالذكاء الاصطناعي ويرفعه لك على جميع منصات التواصل الاجتماعي وكل يوم يعمل كده، فبالتالي انت بتكسب مشاهدات وبتكسب ارباح وبتكسب فلوس وكمان بتحقق شروط الربح من جميع منصات التواصل الاجتماعي. كل ده بيتعمل بنظام حاجه اسمها الاوتوميشن. يعني على سبيل المثال زي ما انت شايف كده اصبح عندي مثلا شركات او اشخاص او عيادات او مطاعم بيحتاجوا الاوتوميشن ده. يعني مثلا لما تيجي تروح عندك على الاوتوميشن زي ما انت شايف كده دي كلها معظم الاشخاص بيكونوا طالبينها مني، طبعا طالبين مني الاوتوميشن او حاجه اسمها الورك فلو. الورك فلو ده اللي هو الشغل اللي انا عامله لهم. يعني زي ما انت شايف كده قدامك دي كده حاجه اسمها ورك فلو او الشغل اللي هو نظام الاتمته. فانت لو اتعلمت حاجه زي كده وعملت حاجه زي كده اصبح الشركات بتبدا تتواصل معاك وانت كمان بتقدر تحقق ارباح. ممكن تعمل شغل بيبدا من اول 20 دولار، ممكن وانت طالع على حسب الاضافات اللي انت هتضيفها. انا هشرح لك اكتر. يعني مثلا شغل لشخص زي ده 7lab مثلا على سبيل المثال، فرضا ان هو الشغل ده هيبدا يعني يشترك معاك شهريا او بيكون الورك فلو ده تحت اشرافك انت في الشهر، انت بتخليه يدفع معاك كل شهر وبتكون انت مسجل في الكالندر الخاص بجوجل او ورقه ممكن تسجلها في ورقه جانبيه ان الشخص ده بيدفع يوم كذا، فيوم كذا مثلا لو ما دفعش تفصل عنه الخدمه دي تماما لحد ما يجي يدفع لك الاشتراك بتاعك. طبعا بيبدا برده من اول 20 دولار. كذلك برده يعني مثلا ده شخص ما دفعش الاشتراك بتاعه مثلا النهارده، بعمل له انكتيف او ديسيبل للشغل بتاعه. كذلك برده الشخص ده يعني مثلا طبعا هشغل ده ما دفعش مثلا شغل ما دفعش الشهر ده او هيدفع المفروض يوم 12 الشهر الجاي، فرضا لو هو ما دفعش بتعمل له كلوز لحد ما هو يجي يدفع الاشتراك بتاعه. بصراحه انا استغربت جدا لما لقيت في ناس بتطلب مني شغل على الاوتوميشن. يعني في ناس بعتت لي على الايميل بتاعي اللي موجود في الوصف محتاجين شغل في الاوتوميشن. بصراحه انا استغربت، انا قلت المجال ده ممكن يكون مدفون شويه مفيش حد يعرف عنه اي حاجه، لكن حرفيا لقيته ترند عالي قوي وبدات في ناس تهتم وتتعلم في نظام الاتمته او نظام الاوتوميشن. احنا شرحنا قبل كده ايه هو نظام الاوتوميشن ده، يعني ممكن نخش كده في حاجه بسيطه. تعال بس نروح مثلا شغل زي ده. شغل زي ده مثلا لما تيجي اي حد او نظام الشركه لما حد يروح يبعت رساله للشركه على الواتساب هو بيعدي مثلا على الذكاء الاصطناعي وبعد كده بيعدي على الميموري علشان يحفظ كل الكلام اللي الشخص قاله، والذكاء الاصطناعي بيروح على طول على الاي اي ايجنت، وهنشرح بعد كده ان شاء الله ايه هو الاي اي ايجنت، وبعد كده يبعت له الرد على الواتساب. طبعا دي حاجه بسيطه جدا 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 انا وريتها لك، في حاجات اكبر من كده ومجال اكبر من كده انت تقدر تتعلمه وتحقق منه ارباح
كويسه قوي قوي. طيب انت علشان تتعلم اوتوميشن اول حاجه تشترك عندي على القناه وتفعل زر الجرس، وان شاء الله الايام اللي جايه هشرح اكتر عن نظام الاتمته او الاوتوميشن، وكل الكورسات بتبقى مجانيه، لكن لو احتجت اي شغل ممكن تتواصل معايا في الايميل اللي موجود في الوصف او التعليقات. فاظن كده انت فهمت ليه تتعلم الاوتوميشن او الاتمته. انت ممكن تعمل فلوس حرفيا وانت نايم من خلال نظام الاوتوميشن. دلوقتي اصبح انك تقدر تربط الذكاء الاصطناعي بالاوتوميشن، وتربط الذكاء الاصطناعي بالواتساب او الفيسبوك او الانستجرام او شات جي بي تي او جيميناي او حتى النانو بنانا. قول لهم بس ان انا عايز اعمل فيديو او بعمل صوره عن طريق الواتساب، بتكتب على الواتساب كانك بتكتب مع شات جي بي تي، قول له مثلا عايز اعمل صوره لكذا او فيديو لكذا، هو على طول بيعملها لك، وكل ده بيتم مع النظام ال NNN. انا شرحت قبل كده ازاي تقدر تسطب النظام ده على استضافه هوستنجر، واسيب لك رابط الشرح موجود في الوصف او التعليقات. ده هيكون البدايه ليك انت كشخص مبتدئ، فانت لو مبتدئ خش على الرابط دلوقتي اتعلم نظام الاوتوميشن، افهم النظام ده بيقول ايه، على طول هتبدا تجني ارباح من اول ما تيجي تفهم المجال ده لحد ما تيجي تحترف فيه. انت مش هتكون فاهم كل حاجه، ممكن تستعين بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي او جيميناي علشان يحل لك كل مشاكل اللي هتقابلك في ال NNN. شكرا ليكم، ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، ولو احتجت اي حاجه توصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. مع السلامه.